السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة الإبداع للشروحات المحاسبية، بداية النهاردة هيكون فيديو مهم جدا ونادر إن شاء الله، تجميع لكل العملات اللي موجودة في الدول. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. هنبدأ. عايز بس أوضح لكم حاجة، كل الناس فاكرة إن الريال ريال سعودي، لا هو الريال هو العملة الريال، تمام، بس في كذا دولة بتعامل بالريال، تمام. فنبدأ بقى ايه كده نشوف مع بعض، يعني ريت الناس تجيب ورقة وقلم. بس الريال، الدول اللي بتعامل بالريال: السعودية وعاصمتها الرياض، الريال قطر وعاصمتها الدوحة، الريال إيران، طهران طبعا العاصمة، الريال برضه اليمن وعاصمتها صنعاء، الريال عمان وعاصمتها مسقط، الريال البرازيل وعاصمتها برازيلي. ده طبعا السؤال ده بيتسأل في الانترفيو كتير، بيجي لك مثلا عملة وتختار الدولة ديت العملة بتاعتها ايه، ممكن يجي لك دولتين ويقول لك العملة المشتركة ما بينهم وهكذا. طيب خلصنا من الريال، يا ريت الناس تكون كتبته، وانا هوقف الفيديو شوية عشان الناس تشوفه، اهي عشان لو حد عايز يكتب. بس الدرهم ما عندناش غير 3 دول بيتعامل بيه، طبعا هما دولتين ومنطقة: الامارات طبعا، ابو ظبي دراهم، الدرهم، المغرب برضو، لان معظم الناس برضو متخدش بالها من عملة المغرب، الصحراء الغربية، الدرهم العيون. طيب الروبية، عملة اسمها الروبية، 4 دول: الهند بتعمل بالروبية، روبية برضو اندونيسيا وعاصمتها جاكرتا، الروبية باكستان وعاصمتها اسلام اباد، الروبية جزر المالديف طبعا الروبية. هنتكلم عن الدينار. الدينار عراق، الأردن، الكويت، البحرين، ليبيا، تونس، الجزائر، صربيا، مقدونيا. يا ريت الناس تركز بس كده شوية. الدينار العراق، الأردن، الكويت، البحرين، ليبيا، تونس، الجزائر، صربيا ومقدونيا. عشان الناس برضه، نوقف الفيديو شويه برضه عشان الناس تبدا تشوف، وده بيجي في امتحان التكنيكال في البنوك اكتر، وممكن لو حد عايز يبقى لنفسه يعني معروف معلومات. الليره الناس تركز برضه: لبنان ليره، تركيا بالليره برضه، مالطا بالليرة برضو، سوريا بالليرة برضو. يبقى عندنا لبنان، تركيا، مالطا، سوريا بتتعامل بالليرة. ونتكلم عن الدولار. هونج كونج الدولار، سنغافورة بالدولار، زيمبابوي، زيمبابوي الدولار، ليبيريا الدولار، امريكا طبعا واشهرهم اللي هي الدولار، كندا برضو الدولار، استراليا الدولار. نتكلم عن الفرنك، جزر القمر، طبعا اشهر حاجة بيكون الفرنك السويسري، تمام، وبرضو اعتقد فرنسا فرنك برضو. يبقى الفرنك، جزر القمر، جيبوتي، الكاميرون، غينيا، مالي، الكونغو الديمقراطية، الجابون، رواندا، النيجر، السنغال، سويسرا، ديت بيتعاملوا بيه الفرنك عشان الناس تتابع برضو هوت.
خش على اليورو. اليورو، لا اسف، على فكرة الفرنك مش في فرنسا. طيب اللي انا كتبته لكم فوق ده هو العملة بتاعتي، اليورو، البرتغال، ايطاليا، فرنسا، اسبانيا، الفاتيكان، بلجيكا، اليونان، قبرص، والنمسا، والمانيا، هولندا، فنلندا. طيب اهيت عشان الناس لحد عايز يعمل سكرين ولا كده تبقى متاحة معانا. دي اليورو. الجنيه طبعا الأحلى عملة بقى احنا بنتعامل بيه. بص يعني ايه الدول اللي بتتعامل بالجنيه؟ مصر، فلسطين، السودان، بريطانيا، ايرلندا الشمالية. طبعا هو الجنيه ما تقولش بقى جنيه مصري، لا، في جنيه سوداني، في جنيه فلسطيني، في جنيه بريطاني، هو الجنيه الاسترليني بتاع بريطانيا، في الجنيه بتاع ايرلندا الشمالية. انا اعتقد ده كنا لمينا يعني جزء كبير من العملات، و لسه معانا عملات تانية برضو، عملات مختلفة. عملات مختلفة بقى اللي هي ايه، كل دولة بتكون مختار لها عملة يعني، او كل 3 4 دول مختار لهم عملة. اليوان، الصين طبعا الحاجات دي بتتسأل فيه، من اشهر العملات برضو. الين، اليابان. الون، كوريا الشمالية. الون، كوريا الجنوبية. الافغاني، افغانستان. الأوقية، موريتانيا. الشلن، 4 دول تقريبا. الصومال، كينيا، تنزانيا، أوغندا. الناس تركز، الشلن واخد 4 دول، الصومال، كينيا، تنزانيا، أوغندا. البير، أثيوبيا. السرايفو، البوسنة والهرسك. البيسو، المكسيك. البيزو، الأرجنتين. ناس ياما كلمتنا قالت لنا البيسو والبيزو نعملكم ايه بس يا جدعان؟ يعني هو البيسو المكسيك، البيزو الارجنتين، الدولتين دول طبعا قريبين من بعض. بعتقد كده نكون لمينا جزء كبير. طيب عشان برضو الناس برضو تاخد بالها منها برضو هيت، واي استفسار او اي حاجه تبع التكنيكال او اي حاجه، اي استفسار طبعا زي ما تعودنا برد على الاستفسارات أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.